شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الأخيار الطيبين الأطهار، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العلي العظيم. في كل شيء نشاهده في هذه النشأة توجد فيه حيثيتان. الحيثية الأولى هي الحيثية الوجودية، والحيثية الثانية هي الحيثية العدمية. كيف تنشأ هاتان الحيثيتان؟ الحيثية الوجودية كيف تنشأ؟ والحيثية العدمية كيف تنشأ؟ أنتم إذا لاحظتم أي موجود من الموجودات، إذا لاحظتم الموجود الجمادي، لاحظتم الجماد، أو لاحظتم النبات، أو لاحظتم الحيوان، تجدون أن هذا الموجود له مرتبة من الوجود وله حد يفصله عن غيره. كل موجود له مرتبة وله حد. النبات يشكل مرتبة من مراتب الوجود، الحيوان يشكل مرتبة من مراتب الوجود، الجماد يشكل مرتبة من مراتب الوجود. كل مرتبة لها خصائص ولها مواصفات. هذه هي المرتبة، ولكن هذه المرتبة لها حد أيضا، تتوقف عند ذلك الحد. المرتبة تشكل الحيثية الوجودية في كل موجود، والحد يشكل الحيثية العدمية في كل موجود. مثلا مثال واضح، نحن نأخذ الأربعة، عدد أربعة، عندكم 4 دنانير، هذه الأربعة لها مرتبة، يعني عندنا مرتبة 1، مرتبة 2، مرتبة 3، ومرتبة 4. هذه المرتبة لون معين من ألوان المراتب. هذه المرتبة تشكل حقيقة الأربعة، ولكن هذه الأربعة بالإضافة إلى هذه المرتبة الوجودية والحيثية الوجودية فيها حيثية ثانية. شنو الحيثية الثانية؟ حيثية عدمية، يعني 4 ليست ب5، فهي فاقدة للمراتب التي بعدها. بهذه المرتبة وبهذا الحد تتشكل حقيقة الأربعة. النبات، نجي إلى موجود من موجودات عالم الطبيعة، موجود من الموجودات الحقيقية. النبات إلى مرتبة. شنو تعريف النبات؟ جسم نامي. الجسم النامي يطلق عليه النبات. بهذه المرتبة يختلف عن بقية الموجودات، يختلف عن الجماد، يختلف عن الجدار، يختلف عن بقية الموجودات. فإذا هذا واجد للجسمية وواجد لصفة النمو، هذه مرتبة النبات. بالإضافة إلى هذه المرتبة هنالك بعد آخر، وهذا البعد الآخر أن النبات له حد، واقف في هذا الحد. النبات ما إلى خصائص الحيوان، ما إلى هذا الشعور الذي يمتلكه الحيوان، ما إلى هذه الحركة الاختيارية التي يملكها الحيوان. هذا البعد يشكل الحد للنبات. بناء على هذا الحيثية الوجودية في كل موجود تؤخذ من مرتبته، والحيثية العدمية في كل موجود تؤخذ من حده. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، إحنا في سعينا نحو أهدافنا، طبعا كل واحد منا إلى هدف. رجل يريد أن يكون طبيبا، رجل يريد أن يكون تاجرا، وما أشبه ذلك من هذه الأهداف. إحنا عادة في سعينا نحو أهدافنا نلاحظ الحيثية الأولى، يعني الحيثية الوجودية. الإنسان عندما يتطلع إلى هدف ما يلحظ عادة الحيثية العدمية لذلك الهدف، يلاحظ الحيثية الوجودية، يمشي نحو ذلك الهدف إلى أن يصل إلى ذلك الهدف. هنا النقطة المحورية. إذا وصل إلى ذلك الهدف وما جاءت هنالك زلزلة تقضي عليه وتسقط بيته على رأسه، مثل هؤلاء 15,000 أو الأكثر الذين سقطت عليهم بيوتهم البارحة وماتوا عن آخرهم، إذا وصل إلى هدفه. إذا ما وصل ككثيرين ماتوا وأهدافهم في صدورهم، إذا ماتوا انتهى. إذا الإنسان وصل إلى هدفه عندئذ يصطدم بالحيثية العدمية. لذلك يتطلع إلى مرحلة أعلى، يروح يركض 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 إلى أن يصل إلى تلك المرتبة الأعلى. عندما يصل يشوف أن الشيء اللي تصوره ما كان مطابق مع الواقع. تصور أنه عندما يوصل إلى ذلك الهدف ينتهي كل شيء، يمتلك كل شيء. بعدين عندما يوصل يشوف بالحدود المحاطة بذلك الشيء، فأيضا يشوف أن هذا الهدف ما أشبعه. يتطلع إلى هدف أعلى ويركض ويركض إلى أن يأتيه الموت وهو يركض. شنو حقق؟ كل شيء ما حقق. شنو سوى في حياته؟ كل شيء ما سوى في حياته. ما هو حاصل هذه الحياة؟ شنو الحاصل؟ الحاصل ركض. هذا هو، نحن نركض لنأكل، ونأكل لنعيش، ونعيش لنأكل. هذا خلاصة الحياة. الحياة ركض وتعب وعناء، والحاصل ماكو الحاصل، لأن ذلك الطموح اللي كان عنده عندما يوصل يشوف أنه ذلك الطموح ما تحقق. أكو في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا كماء البحر. واحد عطشان يريد أن يشرب ماء، يروح إلى البحر يشرب ماء البحر، يتصور أن هذا البحر يرويه، ولكن كل جرعة يتجرعها تزيده عطشا. أنت عندك 1000 دينار، تهدف أنه يصبح ثروتك 10,000 دينار، تركض سنة ثروتك تصبح 10,000، ثم ماذا؟ بالنتيجة تشوف 10,000، هنالك حد لهذه العشرة، تطمح إلى 20,000، حصلت 20,000، ثم ماذا؟ أيضا أكو هنالك حد، 20,000 ترى أنه لم تشبع طموحك، تسعى إلى المرتبة العليا، وحتى إذا حصلت مليارات الدنانير ثم ماذا؟ بالنتيجة كلما تحصل تشعر بأنك لم ترتوي. هنالك كتاب اسم هذا الكتاب نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب، يتحدث حول دور المرأة، الدور الطيب والدور الشرير في تاريخنا. يقول أنه بوران عندما زفت إلى المأمون أو إلى واحد آخر، أظن أنها زفت إلى المأمون، طبعا عندما المأمون أو واحد مثله يكون في مرتبته، أموال الدولة كلها بأيديهم، كيف يكون هذا الزفاف؟ تشكيلات وبهرجة وأضواء وبنادق، كانوا يسوون الرقاع يلفونها في بنادق من طين ثم يوزعونها على الحضور، كل واحد يأخذ بندقة أو أكثر. شنو أكو في هذه البنادق؟ أكو رقاع وأراضي، كل واحد حصل هذه البندقة له البستان الكذائي، له الأرض الكذائية، 10,000 متر، 20,000 متر. بعد واضح ذلك الترف وتلك الطبيعة. المهم أنتوا اقروا هذا الكتاب حتى ترون ذلك الحفل الذي لا يصدق. في ليلة الزفاف جاء أبوها وسألها، قال: أنا وفرت لك كل شيء، بعد شنو تردين أكثر من هذا؟ هل عندك طلب آخر؟ قالت نعم، أكو هنالك طلب واحد بقي. أبوها تعجب، شنو هذا الطلب؟ قالت هذا الطلب أريد مسمارا. مسمار؟ ماذا تصنعين بهذا المسمار؟ قالت أريد مسمارا حتى أضربه وأغرزه في دولاب الفلك. هذه الليلة ليلة سعادة، ولكن هذا الفلك يتحرك، الليل والنهار يبليان كل جديد. هؤلاء الشباب اللي تشوفهم بعد مجموعة من السنوات كلهم أصبحوا شيوخا. جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كل يروح بعد ينتهي، حتى الإنسان أهله يتعاجزون منه، زوجته ربما تتعاجز منه، يروح بعد. هذا دولاب الفلك الذي ينهي كل شيء. أنا أريد مسمار أغرزه في دولاب الفلك حتى هذا الفلك يقف في مكانه ولا يتحرك. قال لها أبوها هذا الشيء ما يجي مني، هذا ما أقدر. شنو صارت النتيجة؟ النتيجة أن هذا دولاب الفلك تحرك وانتهوا كلهم، كلهم راحوا. كم تركوا من جنات وعيون، انتهى كل شيء. هذا معنى أن كل شيء في هذه الحياة، كل ما عندكم هذا محفوف بماذا؟ بالعدم، إلى مرتبة معينة وله أمد معين ثم ينتهي كل شيء. في يوم من الأيام إبراهيم ابن الأدهم ملك من الملوك، هذه ليست قصته وإنما هي قصتنا، كان قاعد في القصر مطل على الشارع وعلى البوابة، يلاحظ الناس يروحون يجون. شاف واحد درويش فقير ملابسه ممزقة يريد أن يدخل في القصر، والحرس يمنعونه ما يخلوه. يقول ليش ما تخلوني؟ يقولون أليس هذا خانا؟ هذا مو خان، أنا أريد أدخل في هذا الخان. الخان في الأزمنة القديمة مثل الفنادق المتواضعة في هذا العصر، خان المسافر يجي يقعد فيه ثم يطلع. هذا مو خان. قالوا شنو تقول؟ هذا قصر الملك إبراهيم ابن الأدهم. قال لا، هذا خان. إبراهيم هواي تأثر، قال طلبوه. إجا قال شنو قلت؟ قال أنا ردت أن أدخل في هذا القصر ما يخلوني. قال شنو قلت لهم؟ قال قلت أليس هذا خانا؟ قال ليش تقول خان؟ قال يا إبراهيم، الدرويش قال له يا إبراهيم هذا القصر قبلك كان لمن؟ قال كان لأبي. أبوك قبل لمن كان هذا القصر؟ قال كان لأبيه. أنت تبقى إلى النهاية في هذا القصر؟ لا. واضح. لمن ينتقل هذا القصر؟ قال لولدي. قال أليس الخان هو هذا؟ هذا مو معناته خان. خان يعني شنو؟ يعني الليلة مسافر يجي ثم يذهب، ليلة ثانية مسافر ثاني يجي ثم يذهب، هذا معنى الخان. هذا خان. الكلمة دخلت في قلبه. حقيقة إحنا الآن إذا رحنا إلى فندق أصلا عندنا علاقة بذلك الفندق. أنتوا رحتوا إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، بقيت في ذلك الخان في ذلك الفندق ليلة واحدة، أصلا عندك علاقة بهذا الفندق؟ لا، لأن تدري أن هذا الفندق مو مالك، أنت ضيف هنا ثم ترحل. احنا في املاكنا في بيوتنا في ثروتنا هكذا. اذا الانسان تتكشف له حقيقة الدنيا وان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هالشكل نظرته، يتعامل مع الدنيا لكن ما يتفاعل مع الدنيا. الكلمة دخلت في قلبه في منتصف الليل، طبعا هو قرار صعب، واحد يتخلى مرة عن كل شيء. نزع ملابس الملوكية وتخلى عن كل شيء ولبس المسوح، يعني الملابس البالية، وهرب من القصر، راح يتعبد الله سبحانه وتعالى إلى أن مات. وله قصص كبيرة وكثيرة مذكورة في التواريخ. على كل حال الإنسان إذا من البداية لاحظ هذه الحقيقة، أنه هذه الوجودات، أن هذه الأهداف، أن هذه الطموحات كلها إلى نفاذ، كلها إلى انتهاء، قلبه بعد ما يتعلق في هذه الدنيا. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، وهو المرجع الأعلى في زمانه، ولعل مجموعة من الشيبة كانوا يقلدونه، مجموعة من الشيبة في هذا البلد. السيد رحمة الله تعالى عليه في أخريات أيام حياته يقول للحاج أحمد، كان عنده واحد ينفذ أعماله اسمه حج أحمد، يقول له أنه أطلب التاجر الفلاني من طهران، قل له أن السيد يريد يشوفك. التاجر يجي يقعد يم السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، يقول تفضلوا سيدنا. السيد يقول له مقدمة قصيرة، ما يحتاج إلى تفصيلات، ما يحتاج إلى مقدمة طويلة، لا، كلمات في دقائق. السيد قال أنا عندما رحت إلى مشهد لأول مرة، المعروف أن من يذهب لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه لأول مرة تستجاب له 3 حوائج أو 3 حوائج، 3 حاجات يطلبها الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجيبها بإذن الله. أنا كانت عندي 3 حوائج من الإمام الرضا. السيد لم يذكر الحاجة الأولى والحاجة الثانية، شنو كانت؟ لم يذكرها، ولكن بقيت هنالك حاجة ثالثة. أشعر بأن أيامي اقتربت وأنني في مراحل الشيخوخة، وبعد ما بقى من العمر شيء، ولم أستطع أن أنفذ هذه الحاجة. قال ما هي هذه الحاجة؟ قال أنا طلبت من الإمام الرضا صلوات الله عليه أن أوفق لبناء مسجد جامع في قم، لأن هذا المسجد يبقى. المسجد الجامع من الناحية الفقهية المسجد الذي لا يختص بجماعة معينة، يعني قد يكون مسجد للقبيلة الفلانية، هذا يسمى مسجد قبيلة. قد يكون مسجد خاص بطائفة معينة، مسجد تلك الطائفة. المسجد الجامع يعني ما يختص بطائفة معينة، يجون من كل مكان، ولذلك يمكن في بلد يكون عدة مساجد جامعة. أنا طلبت أن أوفق لبناء مسجد جامع، أنت كم مستعد أن تساهم في هذا المسجد؟ ما يحتاج إلى لف وإلى دوران. عندما يعرض عليك الخير ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. عندما يطرح عليك خير فورا قول نعم، لا تقول، لأن إذا قلت لا هذا رايح من إيدك، ما عندكم ينفد، كل شيء ينتهي. هارون الرشيد في اللحظات الأخيرة من حياته الناس قالوا هذا على وشك الموت، قال لا أنا ما أموت وأنا كذا وأنا قوي، أركبوني على جملي أو على فرسي حتى أجي أمام الناس. إجوا أخذوه بالقوة وركبوه على جمله أو على فرسه، ما تمكن يتمالك نفسه فسقط، فأخذوه ونيموه. قالوا صدق الناس. بعدين قال احفروا قبري، حفروا قبره، أخذ ينظر إلى ذلك القبر ويبكي ويقرأ هذه الآيات: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. المفسرين بعضهم ذكروا أنه الآية لازم تقول ما أغنى عني مالي، بس هذا المحتضر ما يتمكن يقول كلمة، بس ما يقول الكلمة يتنفس مالي ويتنفس يلهث. فالآية أرادت أن تصور تلك الحالة فجاءت بالهاء: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وأخذ يكرر هذه الآيات إلى أن ما شي في يدك مالك، شي في يدك سلطانك، شي في يدك عزتك، كلها تروح ذني وكلها تنتهي. المهم لا واحد لا يقول لعمل الخير، دائما قل نعم. اللي قل نعم هذا في كيسك، واللي قلت لا هذا رايح منك. التاجر قال ايش قد يكلف هذا المسجد؟ قال هذا المسجد يكلف مثلا 1,000,000 تومان في ذلك الوقت قبل 40 عام أو أكثر. التاجر قال أنا مستعد أن أدفع نصف هذا المبلغ. السيد البروجردي رحمة الله عليه قال: وكم تقرضني؟ هذا التبرع. القرض ايش قد؟ قال التاجر: أنا أقرضك النصف الآخر. وبني المسجد في خلال دقائق، يعني قرار المسجد. هذا المسجد الأعظم الآن 40 سنة، 50 سنة، 30 سنة، ما أدري بالضبط كم، مدة طويلة، 40 سنة لعله. هذا المسجد ينتفع به ألوف الطلاب ومئات الزوار، في كل يوم يأتون ويدخلون هذا المسجد ويستفيدون من هذا المسجد. وأنا شفت بعض مدرسي الخارج الكبار في قم يجي إلى هذا المسجد، قبل أن يدخل يذهب إلى قبر السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، يضع يده على القبر. مستحب واحد عندما يروح للقبر يضع ايده على القبر عندما يريد يقرأ دعاء للميت، هذا مستحب، مو فقط في ليلة الدفن أو يوم الدفن، لا، في كل مرة تروح إلى القبر ضع يدك على القبر وترحم على هذا الميت المسكين. يضع يده على قبر السيد البروجردي، يقرأ له الفاتحة، ثم يأتي ويدرس فوق المنبر. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه راح، شنو بقى منه؟ بقى منه هذا المسجد، مو فقط هذا المسجد، ألوف المساجد في طهران وفي أنحاء إيران وفي خارج إيران. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه شارك في إنشائها أو التشجيع عليها. هذا هو الذي بقى. منو بقى من ذلك التاجر؟ أنا ما أعرف اسم ذلك التاجر، لكن هو التاجر معروف في إيران في بعض المناطق. من الذي بقي من ذلك التاجر؟ هذا المسجد هو الذي بقي منه. الإنسان يجب عليه أن يعرف أن كل شيء سوف ينتهي، كل شيء سوف ينتهي، ولا يبقى منه إلا العمل الصالح. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وعجل لوليك الفرج، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير